شباب تعال 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 تعال، نرجع 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 ولا ما نرجع؟ الظاهر راح نرجع لأنه قصتنا طويلة، الله يعيننا. المهم السلام عليكم، كيفكم شباب؟ اليوم كمان جايبكم درس كتير حلو بس فيها نوع شوي من الصعوبة، بس ولا يهمكم راح نخطيها. يعني هي درس لازم تكون مثلا يعني لبقى آخر الشيء، بس زبطته لحالي خليني أنشره. كان لي هيك يا مرة إنه أنشر اليوم درس، لذلك قمت زبطت وقلت لحالي فداكم. المهم اليوم أخذنا كذا درس، يعني تقريبا صار 200 فعل، مو 200 فعل، 200 كلمة. وفي كتير ناس يعني عم تبعتلي أشخاص وشكر ودعم ومساندة، وفي كمان نصائح ونقد، وفي كتير ناس عم بيقولوا إنه عم يطلع صدى كتير. يعني أنا مضطر أسكر شبابيك لأنه القطار بتروح وبتجي، في ناس بتروح وبتجي. أنا بحاول قدر الإمكان إنه يعني إنه سألت كتيرين قال يعني حالات طبيعية كويسة. تمام. اليوم رح نبلش درس حلو. بتقول لك 75% من الكلمات التي تنتهي بالإر وتي، إر وتي، العمى شلون زبطت معي هاي؟ جماعة نسبة كثيرة من الكلمات إنه شفت إنه الكلمات المهمة، يعني غالبية هالكلمات إنه بتاخد دير. تمام؟ الإير والتي 75% من الكلمات اللي تنتهي بالإير والتي تاخد دير. تمام؟ وفيكم تعملوا يعني استطلاع الكلمات وشوفوا بنسبة كبيرة بتاخد دير. هي 75% يعني هي تمام، يعني مو زيادة، 75% 70% تاخد دير، في كلمات ثانية كلمة. تمام؟ وخلينا نبلش أول كلمة. نحط لكم اللوح مشان تشوفوا كويس. أول كلمة دير أوت، دير أوت، دير أوت يعني مكان، دير أوت يعني مكان، دير أوت. عندنا دير هوت، هوت صحيح، كان هي كلمات كثير شبيهة ببعضها بس تكون تحفظ، يعني دائما إذا الكلمات كانت شبيهة ببعضها الإنسان بيضطر إنه ينساها أو بتخرب بها الكلمات، بتكون تحفظ حصراً. تمام؟ دير أورت يعني مكان، قلنا دير أورت يعني مكان، دير هورت يعني بتجي مثل مأوى، مأوى دير هورت. و كمان بتجي معنا إنه كنز، كنز، دير هورت يعني مأوى، أورت هورت. دير شتارت، دير شتارت يعني انطلاق أو إطلاق، يعني تشغيل، بداية، يعني دير شتارت يعني انطلاق، دير شتارت. دير أورت، دير، دير أورت، دير أورت، دير شتارت. عندنا دير شبورت كمان كتير كلمة مهمة، دير شبورت يعني رياضة، دير شبورت يعني رياضة، دير شبورت. عندنا كمان كلمة import، import يعني استيراد، import استيراد، واردات استيراد، استيراد import، يعني كيف اشتراط، اشتراط بس بس حرف استيراد، استيراد. انت بس ناخذ باوزة صغيرة، انت بس لما تحط الحرف السين بس بتحط الشين مثلا يعني بصير مضحك، يعني مثلا اذا قلنا استيراد بصير اشتراط، اذا قلنا مثلا اي شيء مثلا سناء وشناء، سماء شماء. المهم قلنا دير امبورت، دير امبورت يعني استيراد، دير امبورت. عندنا دير اكسبورت، اكسبورت يعني تصدير، تحفظوا كثير كلمات مهمة هذول، دير امبورت، دير اكسبورت، دير امبورت، دير اكسبورت، استيراد تصدير. تمام؟
then part then part a part تمام يعني لحية دقن كثير كلمة مهمة then part كثير بيستخدموها بالحياة اليومية then part مثلا لازم مثلا حلاقة إذا بتروح يعني ما بتعرف تحكي وزن الكلمة then part خاصة للشباب يعني الشباب وبنات then part عندنا then for old for old يعني كتب صاحبه شو قصدي اليوم؟ ضاحية ضاحية there for port there for port يعني ضاحية يعني انه قرن المدينة يعني مكان قرن المدينة تمام؟ there for port هاها نرجع ولا ما نرجع؟ عندنا there luft kurort there luft kurort there luft kurort يعني منتجع ساحلي لو كورورت يعني منتجع استجمام كورورت يعني منتجع اسمه لوفت كورورت يعني منتجع سحري يعني انه منتجع هناك هواء لوفت يعني لوفت يعني هواء تمام لوفت لوفت كورورت تمام عندنا دير نخبة اورت دير نخبة اورت يعني مكان المجاورة المناطق المجاورة يعني مناطق المجاورة دير نخبة دائما احنا بنعرف انه نخبة هي يعني جارة يعني تمام نخبة ليش نخبة لانه قبل حرف الس وها اذا اجت حرف الا بتصير خ تمام دير نخبة اور مناطق مجاورة عندنا دير هايمات هايمات اور دير هايمات هايمات يعني وطن دولة تمام دير هايمات أورت يعني موطن أو مسقط رأس أورت يعني مكان الرأس دير هايمات أورت دير هايمات أورت يعني مسقط الرأس عندنا دير هيرت دير هيرت يعني راعي دير هيرت يعني راعي نعيد كمان الكلمات اللي أخذنا دير أورت دير أورت دير هورت دير هورت دير شارت دير شارت دير شبورت دير شبورت دير امبورت دير امبورت دير امبورت دير اكسبورت دير اكسبورت دير اكسبورت دير بارت دير بارت دير فورورد دير فورورد دير فورورد دير لوفت كورورد دير لوفت كورورد دير نخبة اورد دير نخبة اورد دير هايما اورت دير هايمات اورت عندنا دير هيرت دير هيرت اول كم درس اوراني كنت احط معه الجمل بعدين لغيته الحالي يعني منعيد لانه الجمل بتخليك تطول الدرس وما بتخلي مساحه لكتب كلمات يعني هيك بناخذ راحتنا ونكتب كميه كثير من الكلمات ومشان دائما راجع الفيديو مشان تحفظوه اكثر تمام اخذنا هذول تمام هلا كمان نعيدها تمام كمان عدناها نرجع لا نكمل يعني دائما نرجع ولا ما نرجع then one or there one or يعني محل سكن يعني one يعني يسكن فعل فالبون المعروف يعني فالبون المسكن يعني دائما بقول ان غالبية الكلمات الألمانية بتنشق من الأفعال لذلك ركزوا احفظوا على الأفعال ركزوا يعني احفظوا الأفعال يعني دير فون أورت يعني مكان إقامة فون أورت فون أورت مكان إقامة أو محل سكن أنا دير يوغورت دير يوغورت يعني لبن زبادي دير يوغورت يعني لبن أنا دير بيت دير بيت يعني قيمة فائدة هامية دير بيت هذول اللي تاخد دير خلينا بس ارجع اعطيكم اياه مشان دير اورت دير بورت دير شتار دير شبورت دير امبورت دير اكسبورت دير بورت دير فور اورت دير لوفت فور اورت دير نخبة اورت دير هايمات أورت دير هيرت يعني
راعي راعي يعني اللي معه ذكريات، ذكريات اللي عايش في الضيعة، كان عنده غرامات والماعز، كان أحلى حياة اللي عايش في الضيعة. دير فون أورت دير يوغورت دير بيرت، هذول اللي بتاخد دير. تمام، نرجع الطاولة، نرجع ولا ما نرجع؟ هذول تاخذ دير. دائما قلنا انه يعني باخر درس احتمال في كلمات شاذه، يعني مثلا فلان، مثلا كذا كلمات تنتهي بال ا ار ت، غالبيتهم تاخذ دير. تمام، في منهم كمان مهمين تاخذ يا دس يا دي، يعني هل تاخذه؟ تمام، مات 100%. عندنا دس وورد، دس وورد يعني كلمة، دس وورد، دس وورد يعني كلمة، دس وورد. عندنا دس باس وورد، دس باس وورد، دس باس وورد يعني كلمة مرور، كلمة سر. دس باس وورد، باس وورد يعني كلمة مرور، كلمة سر. عندنا كلمة كمان مهمة، دس تي شيرت، دس تي شيرت يعني قميص، دس تي شيرت يعني قميص. عندنا دس كونسيرت، داس كونسيرت يعني حفلة موسيقية، داس كونسيرت يعني حفلة موسيقية. هذول الأربعة بتاخد داس، غالبية كلكم تعرف إنه التيشيرت تاخد داس. داس بورد، داس باسبورت، داس بورد، داس تيشيرت، داس كونسيرت، هذول بتاخد داس. وعندنا كلمتين بتاخد دي، في كلمة كثير مهمة، دي جي بورد، دي جي بورد يعني ميلادة أو ميلادة، يعني دي جي بورد يعني ميلادة. جاي من فعل جيبوري، يولد جيبوري، دي جيبورت يعني ميلاد يوم. دي فارت، دي فارت يعني رحلة، سفر، سرعة، أي شيء. دي فارت، تمام، ممكن هم يتنقلوا وهيك. نعيد هالكلمات كله، دير فورت، دير هورت، دير شارت، دير شبورت، دير امبورت، دير اكسبورت، دير بارت، der vor Ort, der Luft vor Ort, der Nachbar Ort, der Heimat Ort, der Herd 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 auf Herd, der Wohnort Wohnort, der Logort, der Wert, das Wort, das Wort, das Geschirr, das Konzert, die Bord, die فارت. تمام، تقريبا 21 كلمة، 21 كلمة. ولا تنسوا يعني تحفظوا، خاصة داس بورد، داس جي بورد، داس تي شيرت، داس كونسيرت، كلهم مهمين يعني. يعني اورت، شبورت، شتارت، بارت، اكسبورت، امبورت، يعني تير هيرت، يوغورت، يعني تقريبا كل كلمات مهمين. وكلمة اللي انت شايفها مو مهمة ومو حسب مستواك، يعني مثلا اكتب هاي صفحة مثلا تكتب عليها الكلمات. تمام، الكلمة اللي بالنسبة لك لمستواك مو مهم اكتبه تحت، تحت لأنه مثلا بمستوى ثاني اكس واي بي انس، ترجع الكلمات اللي ما حفظتهم تكون هنا تحت، تراجعهم وتحفظ لك كلمتين مثلا تحت، ثلاثة أربعة اللي ما نخافش من مستوى، مو لمستوى جونا بعدين. تمام، وكمان خلصنا اليوم هالدرس، واتمنى انه تشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة اذا مشان توصلكم كل الدروس. وهيك من عبرت ارتاحت، وانت كمان من يعني اذا تابعت دروس الدير دي داس وعرفته ترتاح من اللغة الألمانية. من عبرت ارتاحت. تمام، وهيك وما بدنا غير دعواتكم ويا اخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او بدا زين تشوس.